هنبتدي بالأسئلة، بس اسمحوا لي احنا هنبتدي دايما بالأسئلة اللي متأخرة، يعني ممكن اللي بعت أسئلة النهاردة تتجاوب بكرة، واللي بعت يعني انا هنجاوب النهاردة أسئلة بتاعت اول امبارح تقريبا يعني، ونشوف بعد ربنا هيوصلنا لغاية فين، ويمكن في سؤال او اتنين بتوع النهاردة اجاوبهم علشان بس حالتهم ايه محتاجة إجابة. واحد بعد سؤال بيقول ازاي الانسان لا يحبط من الحياة الصعبة وخاصة هنا في كندا. هو الحقيقة الحياة ممكن تكون صعبة في اي مكان، بس نوع الصعوبة بيختلف من مكان لمكان. يعني ممكن يكون في هنا الحياة صعبة في بعض الامور، وفي مصر في حاجات تانية صعبة في بعض الأمور، وفي أفريقيا حاجات أصعب وأصعب في بعض الأمور. المهم عندنا حاجتين، إن الإنسان تكون نفسيته، يعني أقول لكم ثلاث نصايح. النصيحة الأولانية هي الواقعية، يعني إيه الواقعية؟ لا يوجد مكان من غير مشاكل. No heaven on earth. يعني إيه no heaven on earth؟ البارادايس في البارادايس، لكن الجنة مش موجودة على الأرض. ففي الأرض في مشاكل، في الأرض في مشاكل، وربنا قال للآدم كده، قال له هتأكل خبزك بيبقى عرقك، يعني مش هتقطف وتأكل، لأ أنت لازم تتعب، ففي مشاكل. فدي نمرة واحد الواقعية. اتنين الإيمان، إن كل شيء بترتيب، وربنا ما بينساش العصفورة اللي ملهاش تمن، وبالتالي مش ممكن ينسانا. في فترات صعبة بحكمة من ربنا بيسمح بيها، يمكن عشان أعرف أصلي أكتر، علشان أعرف أحس بالناس المزنوقة أكتر، فده اختبار. يبقى نمرة واحد الواقعية، اتنين الإيمان، تلاتة البدائل. يعني إيه البدائل؟ أوقات أصل في سؤال، على فكرة أنا كده بنط على سؤال تاني هقرأ بعد كده. أوقات الواحد بيبقى استق في حاجة معينة، يعني في سؤال هجاوبه عشان تفهموا أنا أقصد إيه. واحد بيقول يا بونا الثلاث مرات لم أنجح في المعادلة، ماذا أفعل والحياة بقت قدامي سودة وكل الفرص ضاعت وكمان الفلوس. انا هعتبر ده اكماله السؤال الاولاني. في حاجه مهمه قوي، ان الانسان ممكن يكون مرن وعنده حاجه اسمها باك اب بلان. يعني ايه باك اب بلان؟ يعني وات اباوت. اصل اوقات الواحد بيبقى مركز، انا جاي دكتور وعاوز ابقى في كندا دكتور، يدخل معادله مره اتنين تلاته وفرضا ما نجحش، طب ما هو ممكن اكون انا نفسيتي مرنه. اوقات الواحد لما بيحط هدفه في حاجه واحده وتضيع بيتكسر معاها. خلي بالكم اللي بقوله، أنا مش ضد أنكم تكونوا دكاترة، ولا ضد أنه يحاول مرة رابعة وخمسة، أنا مش ضد ده، بس أوقات بيبقى التمن أن الإنسان استهلك نفسيته لدرجة أنه اكتئب. فأنا بقول أنه ممكن يكون في حاجة اسمها باك اب بلان. يعني ممكن واحد جدا زي ما كنت بتكلم مع ناس من شوية، ولو ممكن واحد يغير يعمل شيفت للكارير، يعني هو دكتور فسهل قوي يشرح بيولوجي، فيعمل دراسة أنه ممكن إزاي يبقى مدرس بيولوجي في مدرسة، والمدرسين هنا زي هابا باري جود راب ريبيوتيشن حلوة قوي، والمجتمع بيعملهم كويس. فما تبقاش أنت مزنوق في حاجة واحدة، يا دي يا بلاش، لأن دي ممكن لو اتكسرت أنت تتكسر وراها. الإنسان المرن يقدر يعمل مالتي تشويسز وياخد قرارات مرونة. أهم حاجة في الآخر خالص نفسيتك، لأن أوقات لما إحنا بنبقى يعني determined على only one line to go through، ممكن لو باظ أنا بقع وبموت. طب ليه؟ خليك flexible، يعني فاهمين؟ أوكي، أنا كده هعتبر نفسي جاوبت سؤالين في سؤال واحد. إزاي أقدر أحب واحد يتسبب في أذيتي وقطع عيشي؟ طبعاً توجع كبشر، توجع يعني واحد أذاني وقطع عيشي وخلاني ما اشتغلش طبعا توجعني. بس انا هقول حاجه، من 8 سنين كنت معاكم هنا، وكان نيافه الانبا بولا جاي عشان موضوع الاحوال الشخصيه وقال الكلمه هنا، فاتكلم وانا فاكر حكايه حكاها هعيدها عليكم. شوف انا ما بنساش، يمكن انتوا نسيتوا انا ما بنساش. الانبا بولا قال كالاتي، قال يا جماعه لما واحد يأذيك ويخبطك بعصايه بتضربه؟ لو انت يعني انا مسموح لك انك تدافع عن نفسك، عاوز تضربه تضربه هو ولا تضرب العصاية؟ يعني لو الناس دخلت عليك في الأوضة ولقاك ماسك العصاية وبتضربها يقولوا عليك ايه؟
في مصر يقولوا عليه هوبا، يعني تعبير جديد كده يقول لك ده بقى هوبا خالص. يعني ايه؟ يعني عقله مستأذن. عارفين يعني عقله مستأذن؟ يعني تصوروا دخلتوا عليا لقيتوني ماسك عصاية بمدها ولا هفضل اضرب فيكي، هفضل اضرب فيكي لغايه لما تقولي اي. تقولوا عليا ايه؟ محتاج مستشفى. اوكي. فالانبا بولا كمل المثل وقال كده، قال الانسان اللي اذاك ده هو العصايه اللي ضربتك وجعتك، بس مين اللي كان ماسكه؟ الشيطان اللي وقع بينكم وضحك عليه عشان يعمل فيك كده. فلو انت فكرت من المبدا ده وعارف ان ربنا ضابط الكل، قل لعل الله سمح لي باختبار يختبر فيه امان، فاديني يا رب من عندك ان انا اصمد، واديني يا رب ان انا اسامح حتى لو انا مش قادر اسامح. من فضلك يا رب ساعدني. دايما يا جماعه التجربه مدرسه الايمان، التجربه مدرسه الايمان، وكلنا لازم نمتحن في ايماننا، لان وي ار اول جولد بليتد. احنا من بره شكلنا كلنا بتوع ربنا، لما تيجي بقى الصنفره او ميه النار نبان على حقيقتنا من جوانا شكلنا ايه. واحد بيسال سؤال بيقول اسفه بس في حاجه عاوزه اعرف في الحقيقه، هل يوجد شيطان في الكنيسه بيجربنا؟ يعني هل ممكن واحنا في الكنيسه الشيطان يجربنا؟ الحقيقه ممكن. اقول لكم حاجه، الشيطان جرب المسيح نفسه. يعني هو اقدس حاجه في الكنيسه ايه؟ مسيحها ومذبحها. فاذا كان المسيح نفسه اتجرب من الشيطان، التلاميذ اتجربوا ولا لا؟ وهم في حضن المسيح، وهم في حضن المسيح، المسيح بيعلن لبطرس كده بيقول له يا بطرس ان الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه، ولكني طلبت من اجلك لئلا يفنى ايمانك. الشيطان ممكن يخش جوه الكنيسه ويحارب؟ يبعت لك واحد يقول لك حاجه على واحد تاني يقومك عليه، يوقعك مع كاهن، يخليك يوحيلك كده ان ابونا فشى سر الاعتراف وابونا كان بيتكلم على حاجه تانيه خالص بس انت فهمت كده. فالشيطان ممكن يحارب جوه الكنيسة؟ ممكن يحارب. بس أنا عاوز أقول لكم حاجة، على قد ما الشيطان بيحارب جوه الكنيسة، ما تنسوش مسيح الكنيسة، لأن مسيح الكنيسة انتصر عليه فبينتصر عليه كل يوم. شغلتك أنت تمسك في جلابية المسيح، وافتكر الآية اللي بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. سؤال بترتيب الأسئلة كده. في واحد بيسأل سؤال، هو السؤال كبير قوي أنا هقوله باختصار، بيقول إن في سفر التكوين ربنا قال لإبراهيم لما ربنا راح يزور سارة وإبراهيم، فبيقول لها هيكون لك ولد، فقالت له إزاي وسيدي قد شاخ، وسيدي قد شاخ. فالمفروض ان لما جه بعد كده خلف اسحاق يبقى خلفه بقدره الهيه لانه كان فاقد القدره وربنا اداله قدره. بيقول بس بعد موت مراته اتجوز واحده اسمها قطوره وخلف منها كذا عيل، فهل دي برضه كانت اراده الهيه وقدره الهيه؟ انا اقول لحضرتك الاجابه. الحقيقه لما ساره بتقول ان سيدي قد شاخ كانت تقصد حاجه تانيه خالص. تقصد ايه؟ تقصد ان بعد ما شاب ودوك كتاب، يعني بعد ما وصلنا للسن ده هندادي ونربي ويحبي ونشيل ونحط، ده قصدها. لكن الكتاب المقدس قال لنا السبب ايه، مش شيخوخة ابراهيم الجسدية اللي متخلوش يقدر ينجب، قال لك ان سارة قطعت عادة النساء. يبقى المشكلة كانت فين؟ ان هي خلاص كبرت وشاخت وبقى الرحم غير قادر، وهي دي المعجزة اللي ربنا عملها. لكن بالنسبة لإبراهيم كرجل ما كانش فيه مشكلة. سؤال بيقول هل سينزل الرب يسوع على جبل الزيتون بقدميه حيث ينشق الجبل شرقا وغربا
حسب زكريا 14 أم سيلاقي القديسين على السحاب وقت الاختطاف؟ رجاء توضيح هذه النقطة. لا طبعا، اللي قاله زكريا بيتكلم على حاجة تانية خالص، إن لما المسيح يتجسد هيجي يقسم العالم ما بين مؤمنين وغير مؤمنين. دي نبوة ليها علاقة بنزول المسيح وتجسده. لكن حكاية إن المسيح يجي في آخر الأيام، لا، القصة مختلفة تماما، لأن أساسا الأرض والسماء والنجوم كلها تزول، يعني كل الخليقة والبيفانشت. فهو لما هينزل مش هيشوف، يعني مش هيبقى نازل بقى على جبل الزيتون، لا، وهنشوفه كلنا بصورة إعجازية، وبالتالي الموضوع مش محصور في مكان. أم سيلاقي القديسين على السحاب وقت الاختطاف؟ احنا شرحنا الاختطاف في أول يوم. بولس الرسول قال إيه في الاختطاف؟ قال إن كل الناس هتموت. كل الناس هتموت، واللي هيكونوا حيين بس أحياء وقت مجيء المسيح، أحياء وقت مجيء المسيح، هم اللي هيمروا بالموت اللحظي. يعني إيه؟ يعني هو ما هو الأرض كلها بتنتهي، فهو هيموت يعني ويقوم في لحظة في طرفة عين. بس هي دي عقيدة الاختطاف اللي استلمتها الكنيسة من الكتاب المقدس. في ناس بتنادي باختطاف تاني، ان هيبقى فيه اتنين رايحين الشغل، واحد اتشفت والتاني رايح الشغل والتالت لا. الاختطاف عندنا مرتبط بنهاية الزمن على الأرض. في طوايف بتعلم بغير كده، يعني عندنا في مصر طايفة من الطوايف قالوا ان سنة 84 هيحصل اختطاف، وطلعوا فوق السطوع في شبرا وقلعوا هدومهم خالص. ليه؟ عشان ما يصحش المسيح يلاقيهم بالهدوم، يعني هياخدهم بالهدوم ازاي؟ هو الحقيقة المسيح ما جاتش خدهم، هو البوليس جير أخدهم. فإحنا لا نعلم بالاختطاف بالصورة دي. الاختطاف في المفهوم الأرثوذكسي مرتبط بمجيء المسيح الثاني. الوقت سرقنا، كفاية أسئلة كده. ما هو لسه في يوحنا، وبعد يوحنا في وعظة، والناس دي عندها شغل بكرة. نقفل الأبواب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نراجع إنجيل يوحنا مع بعض. إحنا وصلنا لغاية إنجيل إصحاح كام يا شطار؟ 18 صح؟ 18. طبعا أنا شايف ناس يمكن ما جاتش معنا قبل كده، وفي ناس موجودة معنا من أول، فهنراجع إنجيل يوحنا اللي معانا، عشان النهاردة لازم أخلص لكم إنجيل يوحنا عشان أشوف لكم حاجة جديدة ناخدها بكرة. اوكي، كفايه قوي كده على انجيل يوحنا، انا عاده بخلصه في مرتين، عوق معاكم قوي يوحنا. طيب انا هقول وانتوا تردوا علي. يوحنا واحد في اقوى شويه. يوحنا واحد، يوحنا اتنين، حد فاكر الحدثين؟ عرس قنا الجليل وتطهير الهيكل. يوحنا ثلاثه، ثلاث أماكن للواحد، لقاء نيديموس المسيح قال فيه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي ابن الإنسان الذي هو. يوحنا أربعة، واحد عدد أربعة. يوحنا خمسة، مريض بتحزدة. يوحنا ستة، شبع الخمسة بخمسة وقدم خبز الحياة وبينهم. إحنا وصلنا لغاية يوحنا كام؟ سبعة، صعود. بعد صعود وعليه اختلف اليهود، صعود اخواته اللي هم بيقولوا عليه اخواته، هم ولاد خالته، وبعدين هو صعد بعديهم، يبقى صعود بعد صعود. عليه اختلف اليهود، ان بعد ما وعظ اليهود ناس قالوا ده نبي، وناس ثالث امن الجليل يخرج شيئا صالحا، اختلفوا عليه. وبعدين يوحنا 8 مفهوم الحريه، ان حرركم من الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا، وكل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. يوحنا 9 عمى عن عمى يفرق. يوحنا 10 أنا هو الراعي الصالح. يوحنا 11 واحد قوم واحد. يوحنا 11 يوحنا 12 عزومة اللئام، عزومة اللئام. وفي الموقف ده حصل إن مريم جت وسكبت الطيب على رأس المسيح. يوحنا 13 1 + 12. طب حصل إيه في يوحنا 13 1 + 12؟
حد يقول لي أول حاجة الفصح، وبعدين غسل رجليهم، وبعدين أنبأ من يخون وأنبأ من ينكر. صح، أنا قلت الكلام ده عندكم، يعني عندكم يعني في نيس الحضرة في مساجة. نشكر ربنا. طب إيه اللي بعد؟ إحنا وصلنا لغاية فين؟ وصلنا لغاية فين؟ يوحنا. طيب يوحنا 14 و15 و16 الحديث الأخير للتلاميذ، للمسيح مع التلاميذ، بيهيئهم إن هو هيسيبهم، وقال لهم كده لن أترككم يتامى. وبعدين اتكلم عن الروح القدس اللي هيرسله باسم الآب، وبعدين اتكلم على إن هرجع واشوفكم فيكون فرحكم كاملا. مش كده؟ يبقى كده يوحنا كام؟ وبعدين يوحنا 17 حديث الابن مع الآب، حديث الابن مع الآب. واخر حاجه ختمناها امبارح يوحنا 18 كانت ايه؟ يوحنا 18 فيها ثلاث حاجات، القبض والمحاكمه وانكار بطرس. انا هقول وانت تقوله. يوحنا 18 قبض محاكمه انكار. لا تاني تاني تاني، مش عاجبني. يوحنا 18 قبض. انتوا معانا في الكنيسه ولا انتوا بره وقاطع يعني؟ تقولوا تاني. هنقول يوحنا 18، هتقولوا بغششكم اهو، هتقولوا ثلاث حاجات، قبض يعني قبضوا على المسيح، وحكموه، وبطرس انكر. ها يوحنا 18. انتوا متغدين كويس؟ مش باين، مش باين، مفيش انرجي خالص. طيب نبتدي بقى نخش في يوحنا 19. يوحنا 19 سهل قوي قوي قوي، الصلب والدفن. يوحنا 19 الصلب والدفن، زيه زي بقيه الاناجيل. بقى يوحنا في اخر اصحاحات اتحد مع الاناجيل، واكبر دليل على كده ان في البصخه بدءا من الخميس بالليل بنقرا الاربع اناجيل، لان كل الاحداث سيميلر، يعني كل الاحداث كلها زي بعض. ففي يوحنا 19 حاجة اسمها الصلب والدفن. وإنجيل يوحنا بالرغم أنه حاجة حكاية اللصين، لكن اتميز بكلمة واحدة من السبع كلمات اللي قالهم رب المجد على الصليب. طب إيه الكلمة اللي ذكرت في السبع كلمات ويوحنا قالها؟ بص للست العذراء وقال لها هو ده إيه؟ ابنك. وبص ليوحنا وقال له دي مين؟ أمك. يبقى دي الكلمة اللي اتقالت في يوحنا كم؟ 19. يبقى يوحنا 19 اسمه ايه؟ الصلب والدفن. وفي الكلمه اللي اتقالت للست العذراء علشان يوحنا ياخد الست العذراء ويراعيها في بيته بعد كده. يوحنا 20، انتوا معايا في 19؟ قلنا ايه في 19؟ الصلب والدفن، الصلب والدفن. طب من غير زكاوه كده، بعد الصلب والدفن القيامة، يبقى يوحنا 20 القيامة والقبر الفارغ. يوحنا 20 اسمها القيامة والقبر الفارغ. يوحنا 20 اسمها القيامة والقبر الفارغ. ازاي بقى؟ الانجيل اللي بنقراه إن بعد ما مريم المجدلية سابت الخبر للتلاميذ، جري اتنين من التلاميذ، واحد اسمه يوحنا وواحد اسمه بطرس. ويوحنا سبق لأن يوحنا صغير، بس يوحنا كش وقف على باب القبر. مين طول عمره جريء؟ بطرس. فبطرس هو اللي دخل ولقى الأكفان متطبقة، مفكوكة ومتطبقة. فاتكلمنا عن في الإصحاح ده عن المجدلية وعن زيارة التلميذين للقبر. في يوحنا 20، لا لسه في يوحنا 20 ما خلصتهوش، في حتة مهمة قوي احفظوا دي لأن دي مهمة قوي. في يوحنا 20 القيامة والقبر وأول ظهور للمسيح، ولما ظهر للتلاميذ في يوحنا 20 أسس سر الكهنوت. طب ازاي عرفنا انه اسس سر الكهنوت؟ نفخ. على فكره اي قسيس بيترسم دلوقتي تلاقي البطرك او الاسقف ينفخ نفس النفخه اللي نفخها المسيح في وجه التلاميذ الرسل.
فنفخ في وجه التلاميذ وقال اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت ومن امسكتموه عليها امسكت. يبقى هنا هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على تاسيس سر الكهنوت. يبقى وانت مغمض كده تاسيس سر الكهنوت يوحنا 20:21. يعني ايه يوحنا 20 بدءا من العدد 21؟ اراجع معاكم تاني يوحنا 18 اللي قلنا عليه امبارح. يوحنا 18 كان ايه؟ قبض، محاكمه، انكار. تاني يوحنا 18 قبض، محاكمه، انكار. يوحنا 19 الصلب والدفن وهو ذا ابنك. يوحنا 20 القيامة والقبر الفاضي وتأسيس سر الكهنوت. آخر إصحاح ونسمع، نديكم فرصة لغاية بكرة، وهجيب لكم معايا أنا 5 دولارات لأن اكتشفت أن أبونا أنجلس ما بيطلعش حاجة. فأنا هجيب معايا، صدقوني هجيب معايا It's a promise، يعني كبشة كده يعني حوالي 25 دولار. لا ما هو أكتر من كده هتقع عليا بالخسارة. وهوزع على اللي هيسمع ال 22 إصحاح. 21 إصحاح. طب ما نخليهم 22 وتاخدوا 10 دولار. طيب آخر إصحاح، آخر إصحاح في إنجيل يوحنا الإصحاح 21. آخر إصحاح في إنجيل يوحنا الإصحاح كام؟ 21. اسمها ظهورات ما بعد القيامة. وهقول لكم على حاسة مشهورة قوي في الإصحاح ال 22 إن المسيح لقى التلاميذ بتصطاد سمك. فأول ما شافوه من بعيد بطرس عرف. الأول المسيح قال لهم ادوني إدام اعملوا لي حاجة كلها، وبعدين وهو بيكسر الخبز عرفوه. وبعدين كان في حوار بينه وبين بطرس لازم تعرفوه كويس قوي، لأن بطرس أنكر 3 مرات. فالمسيح عاتبه بأسلوب رقيق وسأله 3 مرات، قال له أتحبني؟ قال له يا رب أنت عارف أني بحبك. قال له ارعى غنمي. قال له يا سمعان ابن يونا تحبني؟ قال له يا رب أنت عارف أني بحبك. قال له ارعى خرافي. قال له ارعى غنمي وارعى خرافي 3 مرات. وكان نوع من أنواع العتاب، عشان هو بطرس الوحيد قال لو كل الناس دي أنكرتك أنا ما أنكركش. فالمسيح زي ما أنكره 3 مرات بطرس عاتبه 3 مرات. يبقى يوحنا 21 آخر إصحاح بهية ظهورات القيامة، بهية ظهورات القيامة وعتاب بطرس، عتاب بطرس عشان نكون حافظين كده. تقريبا عملنا جنرال ريفيجن على كل إنجيل يوحنا وعرفنا كل حتة فين، يعني كل حاجة فين. فكده عندنا تخيل. يعني انا مغمض لو واحد سالني قال لي يا ابونا هو المولود اعمى فين؟ هقول له يوحنا 9. وبعدين قال لي طيب يعني ما تعرفش مريض بركه بس حاسده في اي انجيل؟ اقول له يوحنا 5. طب والمراه السامريه؟ يوحنا 4. طيب ولقاء المسيح وكلامه عن المعموديه ونيقوديموس؟ هقول له يوحنا 3. هقول له طب ما يعرفش فين عرس قانا الجليل؟ اقول له يوحنا 2. فهمتوا القصه؟ قصه في يوحنا 10. يوحنا 10 قلنا انا هو، واول مره قلت لكم انا هو الراعي الصالح، قلت لكم الاصحاح دي فيه ايه تثبت لاهوت المسيح. في يوحنا 10 مين عارف الايه دي؟ 5 دولار بس بعدها بكره ياخد شيك النهارده. النهارده انا معيش فلوس. لا معايا بس معايا ورقة ب10. اللي هيجاوبها ياخد 5 ويديني 5. ها ها قلت لكم آية وقلت لكم الشاهد، لو هتكوني شايفاها من الورقة. يوحنا 10:30. لا 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 دي بتاعت يوحنا 3 دي. قلت لكم ان في آية في يوحنا 10 بتثبت لاهوت المسيح بتقول أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة الحياة. بنفتي ال5 دولار خلتنا نفتي. ها لا 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 أنا والآب واحد. يوحنا 10:30 أنا، وصدقوني قلتها لكم
بس في أول مرة اتكلمت فيها الرعاة صالح، مش في مش في المراجعات. أنا والآب واحد. أنا هاخد $5. ربنا ستر علينا يا أبونا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة آخر لقاء لينا في السلسلة اللي ابتديناها، والنهاردة اليوم الرابع بتاعها، وهي سلسلة حياة الاستعداد. حياة الإيه؟ الاستعداد. قلنا في أول يوم ليه لازم نستعد، أفكركم بعنوان أو اتنين، لأن يوم الرب يأتي كلص، لأن ليس عند الله محاباة، لأن هذا اليوم يوم رهيب جدا، وآخر حاجة أن الله يفحص أعمالنا كما بنار. وقلنا في تاني يوم، اليوم كان يوم كان إيه؟ أمراض تبطئ وتبطل حياة الاستعداد، منها البلادة، الجمع بين محبتين، الاستهتار، التبرير والتدليل، كل ده قلناه. وامبارح اتكلمنا على ايه؟ حد فاكر امبارح اتكلمنا على ايه؟ كيف نستعد، وجبناها من ايات. الايه الاولانيه كانت بتقول عظوا انفسكم كل يوم ما دام اليوم هو اليوم، يعني بدل ما تتشطر وتوعز الناس اوعز نفسك. الايه الثانيه كانت بتقول اسهروا وتضرعوا، يعني نصلي في كل وقت وفي كل حين. وبعدين الثالثه كانت ايه؟ اسهر على مين؟ على مبادئك وعلى أسرتك. وفي واحدة كان ينسيها، لا لا لا، إيه الحاجة؟ احنا قلنا واحدة الصلاة اللي يتضرعوا، واحدة اسهر على مبادئي وأسرتي، الإيمان العامل بمحبة. برافو، الإيمان العامل بمحبة، هي دي الطرق اللي احنا نستعد بيها لمقابلة الله. النهاردة هنتكلم على الناس اللي عايشة فعلا حياة الاستعداد طبقا للي قلناه في الثلاث ايام اللي فاتوا. ممكن حالتهم تبقى شكلها ايه ومشاعرهم تبقى شكلها ايه، هو ده الموضوع بتاع النهاردة. عندما يبدأ الانسان بكل جدية ان يحيا حياة الاستعداد، أول حاجة هتتفتح قدام عينيه وتحصل في حياته حاجة اسمها اكتشاف حقائق الحياة وإعادة ترتيب أولوياته. Rearranging priorities. يعني إيه؟ يعني إيه؟ عشان تفهموا اللي أنا أقصده هشرحه من خلال كتاب صغير عمله قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، اسمه ثلاثة قصص هادفة. بيحكي عن راهب وبيحكي عن خادم وبيحكي عن أسقف، كل قصة بتحكي عن واحد. القصة الأولانية كانت عن خادم مات وفاكر نفسه أنه ليه نصيب في مدينة الخدام في الفردوس، طلع لقى اسمه مش مكتوب وقالوا له أنت كنت بتخدم على الأرض ذاتك واسمك وسمعتك وكبريائك فمالكش مكان في وسطينا. والقصة التانية كانت قصة راهب في الدير، اتحارب بحرب شديدة قوي، ان رئيس الدير مات وهيختاروا ربيطة جديد، وكان متوقع ان هو يبقى الربيطة وما بقاش الربيطة، فكان متضايق ويحمل احقاد وعدم محبة ومات. وبعد ما مات لقى ان في حساب عسير. والحاجة التالتة كانت مين؟ كانت الاسقف. الاسقف ظهر له ملاك وقال له هتموت دلوقتي، فرد عليه قال له امهلني قليلا، اديني بس 7 ايام. التلات قصص دي لهم مغزى ان الخادم ده كان حلم والراهب ده كان حلم، بس لما قاموا من الحلم كل حياتهم اتغيرت. ده اللي كنا نقصده، ان الانسان يعيد ترتيب اولوياته. لما الانسان بيستعد لمقابله ربنا البيوريتيز كلها بتختلف. اديكوا مثل، الاسقف بقى في ال7 ايام اللي عملهم دول اللي عاشهم اختلف تماما. كل الصلبان الفضه والذهب اللي كانت عنده في الفاترينه بحها ووزعها على الفقراء. كل الناس اللي كانت زعلانه منه
راح لغاية عندها وعمل لها مطانية وقال لهم أخطيت سامحوني ليه؟ أنا قبل وسط خلاص فاضل 5 أيام ألحق لم أي سكور، ألحق أجيب أي درجات، الدنيا صعبة قوي. خليكم معايا. فالإنسان لما بيحط الهدف بتاعه إن أنا من النهاردة فعلا لازم أستعد لمقابلة ربنا والأبدية، لأن no one can tell when، إمتى هقدر أموت أو إمتى هموت، فلازم أكون مستعد. كل حاجة بتتغير. كانت عندنا مرة في عمارة، دي it is a tragedy، عمارة موجودة في مصر الجديدة، العمارة دي وقعت من 20 سنة، يمكن من 18 سنة، مش زلزال، ما كانش زلزال، لا ده كانوا بيحفروا بيغيروا بيكسروا في عمود فالعمارة وقعت. مش هدي القصة. القصة حصل كالآتي: أول ما العمارة ابتدت تميل يمين وتميل شمال وحسوا بالكراك اللي حصل دوت، كل الناس ما كانتش عارفة، قالت عن إيرثكويك ونزلوا جري، كل الناس نزلت جري، كل الناس قالت يا روح ما بعدك إيه؟ روح. واحدة ست بعد ما نزلت 4 أدوار، في المواقف دي الإمرجنسي دي بيقفلوا الأسانسير، ما فيش أسانسير، فكله لازم ينزل على السلالم. واحدة ست في نص السلم اكتشفت إن الساعة الغالية اللي بالشيء الفلاني والألماز الغالي بالشيء الفلاني والذهب الغالي بالشيء الفلاني نسيته. فالناس كلها كانت نازلة and she went up against the current of people، يعني الناس كلها نازلة كده وهي طالعة زي السمكة السلمون اللي بتضد الطيار عشان تروح تبيض في حتة. فهي دي طلعت ليه؟ إلا الصندوق بتاع الذهب ده. الحقيقة هي جابته، بس في نص السكة العمارة كلها إيه؟ وقعت، فقدت حياتها والذهب ما نفعهاش. حد فهم حاجة؟ الإنسان لما بياخد قرار الاستعداد كل أولوياته بتتغير. إيه هو المهم؟ إيه هو الإمبورتنت؟ وهو مور إمبورتنت؟ وإيه هو ذا موست إمبورتنت؟ ببتدي عينيا تتفتح على حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. فالإنسان بيبتدي كل أولوياته وكل رؤيته للحياة تتغير. وتلاقي واحد يوصل لمستوى وهو بيستعد لربنا زي أساف يقول له يا رب صرت كبهيم من عندك ومعك على الأرض لا أريد شيئا، مش عاوز أي حاجة في الدنيا دي، لا بيت واسع بيغريني ولا ويت بسويمينج بول بيغويني ولا عربية 8 سلندر 4000 سي سي. في الآخر هو 1.5 متر، لا يمكن أكون طويل شوي، 2 متر دوني سبيس، يعني 2 متر في عرض 70 سنتي 80 سنتي. وبعدين بيتبقى حاجة واحدة بس: هيكون ليا نصيب معاك يا رب ولا ما هيكونش معاك نصيب؟ وعشان كده الإنسان الروحاني الحقيقي متجرد، عارفين يعني إيه متجرد؟ ما فيش حاجة تغويه ولا حاجة تغريه. تقول له تاكل إيه؟ يقول لك أي حاجة. تشرب إيه؟ أي حاجة. تنام فين؟ أي حد. تصيف فين السنة دي؟ مطرح ما يبسطك وأنا جاي معاكم، وحتى لو ما صيفناش أنا مبسوط، أصلاً قلبي في حتة تانية خالص. عارفين الولد اللي بيكون بيذاكر عشان يخش الميديسن سكول، التارجت بتاعه واضح قوي، فهي is fighting، مش بيذاكر، ده بيقاتل. فتقول له ده على فكرة there is a comic movie، يعني you'll miss it. طب ده احنا النهاردة هنخرج وناخد دينر برا وفي مكان 5 ستارز، مش عاوز. ليه؟ لان في حاجه اهم بكتير قوي، ان انا ما اخسرش الابديه ولا الكراون ولا حضنه فوق في السماء اللي هو قال لي انك ليك ميراث وهو وعده صادق. الانسان لما يبتدي يفكر في انه يجهز نفسه مفيش حاجه بتشغله، فكل أولوياته بتتغير.
مش عارف انتوا عارفين الحكايه ولا لا، بس عارفين ذا بريزنت اوف كوك كومباني، شركه كوكاكولا، رئيس مجلس الاداره بتاعها قال كلمه المفروض يقول للناس ايه، اشتغلوا تنتجوا والبروفيت شير عارفين الراجل دوت قال كلام يكاد يكون كلام روحي جدا. قال بصوا يا جماعه، كل واحد معاه اربع او خمس كور، اربع او خمس كور كلهم كور كاوتش، ما عدا كوره واحده ات از ا جلاس بول، يعني ميد اوف جلاس. الكاوتش ده، الكور الكاوتش دي عباره عن ايه؟ البلد اللي انت عايش فيها، الشغل اللي انت بتشتغله. فكل الكور الكاوتش دي لو وقعت مش هتتكسر ولا انت تتكسر وياها، لانها الاربع كور الكاوتش ريكافابل. لكن الجلاس بول if it is full it's it will be broken irrecoverable. يعني ايه irrecoverable؟ مش هتعرف تعوضها. قال لك كل الناس اللي في العالم بتضحك على نفسها وبيضحك عليها انها زي are keeping an eye على الرابر بول، بالرغم انه recoverable، لكن الجلاس بول اللي هي الفاليو الكبيره اللي باقيه لنا بتضيع مننا. ففي أسر رتبت أولوياتها غلط، فكان الكارير بتاع الزوجة إن هي هتبقى محامية بس في 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 وهو يكون دكتور في حتة تانية، اعتبر إن دي الرابر بول بقت الجلاس بول بتاعته، فالبيت اتكسر لأنه مضحوا بحاجة المفروض ما تتضحاش. فبيقول لازم كل واحد يكون عارف which is which، ايه الرابر وايه الجلاس، والا هنبقى في منتهى الغباء ان احنا نحافظ في حضننا على الرابر ونكسر الجلاس. الراجل ده مش روحاني وكان بيتكلم على values، بس انا طبقتها على كده. الجلاس بول بالنسبه لي هي الكراون، هي الهيريتج اللي ربنا، او الهيريتج اللي ربنا هيسبهولي، هو المكان اللي ليا في السماء. تتصوروا كل حاجه بتسرقني وبفكر طول النهار هاكل ايه، هشرب ايه، هنزل مصر امتى، الانفستمنت اعمله ازاي، وابيع مش عارف ايه، قاعد اتكلم، وكل دول رابر بولز. خلي بالك انك انت عندك كوره ازاز واحده، لو اتكسرت وضاعت الريكافابل حياتك كلها تساوي ولا حاجه. وعشان كده لما الانسان يعيش حياه الاستعداد كل الاولويات اللي في حياته بتتغير. مفيش حاجه اهم من انا ما اخسرش السماء ولا الاكليل. هنا في كرب وبلاء، نستحمل كرب وبلاء. هنا في باب ضيق، باب ضيق، في طريق ضيق، في طريق ضيق، في طريق كرب، في طريق كرب، في ظلم في الارض، في ظلم في الارض، في بين في الارض، في بين في الارض، بس كل ده برايسليس مقابل اللي انا هاخده فوق. لو انا فعلا بستعد وحاطط السماء، كل حاجه في الدنيا هتبقى صغيره. اقولها لكم بصوره تانية، السماء عامله زي قرش الشمس. هل ممكن بعد ما تبص لقرص الشمس وياخدك ضوءه تقدر تشوف اي حاجه تاني؟ عارف انت لو بصيت للشمس فور ا سكند كل حاجه هتبقى بعد كده سودة، دارك، فيري سودة، سودة ضلمه. طوباهم اللي شافوا السماء، يا بختهم اللي شايفين السماء ورتبوا كل اولوياتهم صح، لان هم دول اللي مش هيخسروا. يمكن احنا من وجهه نظرنا قلنا دول ما عندهمش طموح في الارض، بس طموحهم كان in the right place. يبقى أول بركة الإنسان هيحصل يا جماعة، ممكن حد من الخدام يساعدنا في دوشة الأولاد دي؟ نمرة 2،
احنا قلنا اول حاجة ايه؟ الاولويات تتغير. اللي انا كنت شايفه very important become less، يعني فاهمين يعني ولا حاجة. المهم النقطة الثانية الانشغال بالأبدية. عاوز أقول لكم آية جت في سفر الجامعة الإصحاح 3 عدد 11. شوف ربنا بيقول إيه، أو سليمان الحكيم بيقول إيه بالروح القدس. وأيضا جعل الأبدية في قلبهم، يعني ربنا خلق جوانا حب إن إحنا نبقى فين؟ في السماء. التي بلاها يعني من غيرها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. يعني إيه؟ يعني في حاجات بتحصل في العالم مش ممكن نفهمها. الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نفهمها أن الله جعل الأبدية في قلوبنا. It hurts لما my wife تكون مثلاً 25 years ولا 30 years وتروح السماء. لو الأبدية مش في قلبي وأنا مش مؤمن إنها راحت لمكان الراحة والفرح، ده أنا ممكن I may curse God، ممكن أجدف، ممكن أشتم ربنا وأقول له أنت إله مش عادل، أكحد بربنا. لكن هو بيقول لك بص، جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها ما كانش حد يقدر يفهم إن ربنا بيعمل كل اللي أنت بتمر بيه في حياتك عشان توصل لها. فربنا بيعرف امتى يقرص وامتى يطبطب وامتى يشجعك وينجحك وامتى يفرملك. لما الايجو بتاعك كبر وحسيت انك انت افضل من كل اللي حواليك، كل ده يهون يا ربي ما دام انت حطيت حب الابديه في قلبي. هقبل من ربنا كل حاجه، هقبل من ربنا الظلم، هقبل من ربنا التأديب، لأنه جعل الأبدية فين؟ في قلوبنا. بولس الرسول يقول حاجة من الاثنين يا جماعة، يا إما ننظر الأشياء التي ترى فلا ننظر السماء التي لا ترى، يا إما ننظر السماء التي لا ترى فلا ننظر الأمور التي ترى. أنت عاوز إيه؟ مش هينفع عينك تكون هنا وعينك هناك. لو سمحت حدد أنت عاوز. طب هناك في إيه؟ عايز احكي لكم حاجه بس صغيره على الابديه. بولس الرسول، وانا اعتقد ان انا قلت لكم الكلام ده قبل كده، هي واز فلوينت ان فور لانجويجز، العبري لانه يهودي، والروماني لانه روماني، والارامي اللي هو السريانيه القديمه لانه دي اللغه بتاعه البحر الابيض المتوسط ناحيه الشام، واليوناني اللي كتب بيه بعض رسائله. احنا عاده اوقات بتبقى عندنا لغه اسرع من لغه، يعني يمكن انا بعرف انجليزي كويس فالاقي كلمه عربي مش عارف اشرحها، او بعرف انجليزي كويس ففي كلمه عاوز اجيبها بالعربي مش عارف، فاقول لك هي اكسلنت يعني ايه بالعربي، فتقول لي ممتاز او حلو يعني. فانا علشان عندي فلوينت ان فور لانجويج، لو انا اي جوت ستاك أو got squeezed في حتة، اتحشرت في حتة ومش عارف بعبر بالعربي، أقدر أعبر بالفرنش أو أقدر أعبر بالإنجليزي أو أقدر أعبر بالإسبانيش say. فبولس الرسول كان عنده good command in four languages. أوكي، إحنا عارفين إنه هو يعرف أربع لغات. لما وصل السماء وشافها ونزل، قلنا له يا بولس قل لنا، واللي ما تعرفش تعبر عنه بالعبري قله بالأرامي وإحنا هنفهمك، واللي ما تعرفش تعبر عنه بالأرامي قوله باليوناني عندنا اللي يفهمك، واللي ما تعرفش تقوله باليوناني قوله بالروماني وعندنا اللي يفهمك. عارفين بولس الرسول قال إيه؟ كلمتين، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم وسمعت كلمات لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها، لغة تانية خالص من اللي مش معروفين في الأرض تفهمها، لكن you don't know the language so I cannot repeat it I cannot translate it It's above my capability. ليه؟ ده انت تعرف اربع لغات. لا، اللي في السماء ده ما يتوصفش. عارفين زي ايه يا جماعه؟ زي ما احكي لكم حكايه. فرضا ان في فاكهه في الصين، انا بقول اي كلام، ما فيش فاكهه اسمها كده، بس الفاكهه دي اسمها فانك يانك، اي حاجه، حاجه صيني وخلاص بقى يعني ما تدقوش معايا. فبقول لك انا اكلت فاكهه في الصين اسمها فانك يانك،
الفاكهة دي أحلى فاكهة في الحياة، فأنت عاوز تقول لي طعمها إيه؟ Can I describe, can I describe the taste؟ فتقول لي زي الموز، أقول لك لأ. طيب يعني من فصيلة الأورنج والاستفندي ولا أورنج؟ لأ، حاجة تانية خالص. طيب أنا أقدر أوصف لك المنظر كشكل، لكن التيست you have to taste it yourself. وأنا أشهد أمام الله إن ناس هنا داءت السماء على الأرض، لأن المسيح وعده صادق وقال كده جعلت الأبدية في قلوبهم. في ناس شافت ربنا على الأرض فاشتاقت للسماء، ولما اشتاقت للسماء ما بقاش في أي حاجة تاني. عايز أحكي لكم حكاية اللي يشوف السماء بيحصل فيه إيه. عندنا ست طيبة ومسكينة جدا جدا، جوزها بيشتغل غفير، شقيت مسح سلالم وتعبت قوي لغاية لما علمت ولادها وخدوا شهادات جامعية، وابتدوا كل واحد يسكن في حتة. أيامها ما كانش فيه موبايلز. بتحكي لي الست دي جت بالدموع بتحكي لي القصة دي، بتقول لي يا ابونا، هي ست جميلة جدا وبتحب ربنا قوي قوي قوي، يكفى أقول لكم إنها ما بتعرفش تقرا وتكتب، وحافظة الأجبية كلها، كل المزامير، بقت تجيب الريكوردر وتسمعه كل يوم عشان ما يصحش ما تصليش لما الكنيسة تصلي وهي مش عارفة الكنيسة احنا بنقول ايه. انا بقول لكم قد ايه الست دي قديسة. يعني الست دي في يوم من الايام جالها مغص كلوي. المغص الكلوي ده الالم بتاعه جيد قوي لدرجة بتقول ان انا اترميت على الارض بقيت اعض في السجادة ومش قادر اكلم حد من ولادي ينقذني. ففضلت اقول يا رب، فضلت اقول يا رب، فضلت اقول يا رب. وفجأة يا ابونا حصل الآتي، قلت لها ايه؟ قالت لي السقف اتشال وشفت رب المجد يسوع حواليه ملايكة وهو وشه فيه كده ابتسامة، وشفت نور ورا الملايكة ده ملوش حدود وملوش آخر. قالت لي الألم ما راحش بس كان محتمل، أو مش عارفة أقولها لك إزاي، هو الألم فضل موجود بس جمال المنظر خلاني مش قادر أحس بالألم. لدرجة أنا بكنت بقول له الحقني وشفيني، خفت أقول له شفيني الألم يخف والمنظر يختفي، فقلت لا keep on. عايز اتفرج على المنظر ده، حلو قوي. ومبسوطه بتقول اه وهي فرحانه بربنا. اوعوا تفتكروا ان احنا بنقول كلام خيالي. اللي عايش السما هيكون عنده الم على الارض، بس بصه واحده في السما تخليك تقدر تحتمل كل الم الارض، حتى لو كان الالم يا يوسف انك تقعد 11 سنه في السجن مظلوم. أول حاجة من بركات الاستعداد إن الواحد يعيد ترتيب أولويات حياته. نمرة اتنين، إنه ما يفكرش ألا في الأبدية. عارفين في صلاة الساعة 9 بنقول كلمة حلوة قوي، بنقول له إيه؟ مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش عاوز حاجة. أو اللي قالها بولس الرسول، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا. يبقى نمرة واحد الأولويات تتغير، اتنين الانشغال بالأبدية، تالت حاجة دي نتيجة بقى as a result of one and two. هنخش في نمبر ثري. إيه بقى نمبر ثري؟ حياة الغربة. يعني إيه حياة الغربة؟ تحس إنك أنت عايش هنا ومالكش حاجة هنا. يقول عنها الكتاب المقدس مستوطنين عند الرب. يعني إيه حياة الغربة؟ يعني حياة الغربة يعني أنا مضطر إن أنا أعيش هنا، لأن ده ناموس ربنا حطه. هعيش 70 سنة معرفش، 80 سنة معرفش، بس أنا هنا غريب. This is not my homeland. أنا عندي homeland واحدة بس اللي هي فوق، وعلشان عندي دي في حاجات كتيرة قوي مش فارقة. يعقوب قابل فرعون، عارفين يعقوب قابل فرعون، فرعون بتاع مصر،
وسأله قال لك أيام حياتك قد إيه يا يعقوب؟ عارفين جاوب؟ قال له إيه؟ قال له 100 أيام سنين غربتي، غربتي، خلي بالكم من كلمة غربتي، 130 سنة قليلة وردية. قليلة؟ أنت كنت عاوزهم يبقوا 300 ولا إيه؟ يقول لك لا، هي غربة لأن this is not my homeland. اتفقنا، ده مش بلدي. اتنين، قليلة لأن في الأبدية في eternity أو في infinity، يعني أنا رايح لحتة ما فيهاش زمن، فمهما عشت هنا ده إيه؟ قليل. ورضية ليه؟ إنكم عملنا comparison بين الأرض وبين السماء، نون أحلى. طب أنا فعلا ده my belief. طب أنا عايز أسأل سؤال، لما السماء أحلى ودي أيام غربة، بخاف من الموت ليه؟ تصور واحد كده قلبه شكشك بالليل كده، يعني تكييف حصل له سبازم في العضلات بتاعت صدره، يعني هتقول أنا حاول أشمل، أنا خايف في إيه؟ ده أنت بقول لك رايح للمكان الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد. عارفين إحنا بنخاف من الموت ليه؟ لأنه we are not ready، إحنا ما حدش فينا مستعد. لكن لو أنا مستعد وعندي يقين السماء كده، مين اللي خاف من الموت؟ صدقوني صدقوني، لما أنا كنت عيل عندي 6 سنين شفت واحدة كانت almost 50 years. 50 years دي مش بالنسبة للأولاد الصغيرين، شايفين 50 years حاجة كبيرة، بالنسبة لي أنا دي عيلة، يعني أنتوا عارفين comparison 50 years دي حاجة عيلة. فأنا وأنا فاكر وأنا طفلة، أنا طفلة شفت واحدة عندها 50 سنة واقفة قدام صورة المسيح بتصلي بتقول له كده. يمكن كنت في أولى ابتدائي، بس فضلت فاكر من غير ما أفهم، ولما كبرت فهمت. بتقول له إيه؟ بتقول له يا رب البنات وجوزته والولاد واشتغلوا واتطمنت عليهم، أنت صابر عليا ليه؟ ومستني ليه؟ ده أنا متشوقه لك، ده الحب بيكويني، أنا عاوز يا رب أطلع النهاردة قبل بكرة. ما خلاص بقى، هي إيه في الدنيا دي غير أنها منعاني عنك؟ إذا كنت أنا فرحانة بيك هنا بالشكل ده، أما لما أطلع وأشوفك وش في وش إحساسي هيكون شكله إيه؟ كان بتتمنى كل يوم إنها تطلع السماء، ما عندهاش depression، ده out of love مش out of depression. الست دي ماتت عندها 93 سنة 93 سنة عاشت بعد الكلام ده 43 سنة. بس أنا عمري ما نسيت إنها واحد بيقف قدام ربنا، بدل ما يقول يا رب اني طلت العمر وطمني على وطمني 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 واشوف احفاد احفاد يا رب احفاد احفادي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض واحده بتقول يا رب انا عاوز اطلع لك بسرعه لان انا عايشه هنا في حياه غرب. داود يقول غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك. علشان وقتنا وما عطلكمش، آخر نقطة، لو الإنسان استعد هزيمة الخوف وهزيمة الموت، هزيمة الخوف وهزيمة الموت. عاوز أرجع لمنظر لعل حضراتكم ملحقتوش تنسوه، العشرين شهيد أو الواحد وعشرين شهيد بتوع ليبيا، العشرين شهيد والواحد وعشرين شهيد بتوع ليبيا. خلي بالكم عشان عاوز احكي لكم الفيلم الفرنسي اللي عملته احد القنوات الفرنسيه عن الشهداء دول. في فيلم فرنساوي دوكيومنتد، يعني هو فيلم، يعني بيقولوا ازاي دخلوهم في اوضه جوه اوضه عشان يكسروا نفسيتهم، فعملوا اوضه جوه اوضه عشان ما فيش نور يخش، ويخشوا عليهم كل يوم بدباشك البنادق، عارفين دبشك البندقيه الخشب بتاع البندقيه دي، وهم مكومينهم كده، ويفضلوا يضربوا فيهم كل يوم بالكرابيج وبالبنادق الخشب عشان يكسروا نفسيتهم. وكان عندهم اوبشن واحد، if you are going to say these few words you will save your life، 5 كلمات تقولها وهتبقى مننا وهتبقى بتاعنا وتعيش يا اخي. ده انت حتى عندك عيل حتة لحمة ما شفتهوش، وانتوا عندكم في الصعيد الخلفة دي مهمة،
هيبقى عندك another chance انك تشوف عيالك. لا، سيبوكم من السين اللي فضلوا يضربوا فيهم لمدة 40 يوم او 50 يوم، مش هذه القصة. القصة بعد كده ان لما ابتدوا يصوروهم ولبسنهم البدل بتاعة الاعدام قبل ما يذبحوهم، انتوا عارفين السين دوت عشان يتعمل بروفيشنالي كنوع من الدعاية ليهم اتكرر كم مرة الشوط، عارفين بعد كلاكت اول مرة كلاكت، فاكرين الحته دي بتاعت ال، فهم يعملوا وبعدين يلاقوا واحد فيهم مثلا رفع قلبه وصلى بصوت عالي، يروح مضربينه وعدين الشوط من اول وجديد، يعملوا الطابور تاني من اول وجديد. عارفين يعني كم مره السكينه اتحطت على رقبته خلاص عرف انه هيموت، ويقول لهم لا هنعيد. انا مش عارف كم مره عادوا، ناس قالت 5 مرات، ناس قالت 7 مرات، انا مش عارف. لكن انتوا عارفين كل مره يعني ايه؟ يعني انت كل مره بتموت من رعب ان السكينه اتحطت، يقول لك هنعيد المشهد من اول وجديد. ايه اللي خلى الناس دي كده؟ ايه اللي خلى الناس دي كده؟ عارفين ايه؟ في الاربعين يوم كانوا مستعدين وكانوا مستنيين اللوم ده، والروح القدس خلاهم يقولوا الكلمه اللي قالها بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك نمات كل النهار. وعشان كده الإنسان اللي بيعيش فكر الإماتة على الأرض وميت وغريب عن الأرض، لما تيجي تقول له يلا ده ملاك الموت جه، يقول لك هايل راجع بيتي. أحكي لكم حكاية، it looks funny but it has a meaning. لما بنتي كان عندها 3 سنين، انا بنتي طول عمرها نومها تقيل يعني لازم نصحيها مره واتنين يعني، طبعا دلوقتي بعد ما خلفت بتصحى قبل اي حد، لكن انا بقول لكم يعني في الوقت ده، فهي كانت نومها تقيل قوي. وبعدين في يوم من الايام قلنا لها احنا ايه مسافرين بكره اسكندريه، احنا حاطين في دماغنا نتحرك 7 الصبح، بنتي اساسا هتاخد نص ساعه عشان نصحيها مثلا، الساعه 4 الصبح لقينا النور بتاع الاوضه بتاعتي انا ومراتي اتفتح وبنتي بتصحينا، بتقول لي يا بابا يلا بقى عشان ان انا اتخضيت الساعه كام. انا مش مصدق اني صحيت بدري، وبعدين بصيت في الساعه لقيتها الساعه 4:30، قلت لها لسه بدري، قالت لا معلش نسبق بدري بقى، يلا يلا نسبق بدري. راحت شايله الفستان بتاعها تقول لي انا لبست المايوه. يعني قامت لوحديها وطلعت المايوه من الشنطه ولبسته ولبست بعد كده الفستان. يعني هي عاده مش المفروض تعرف تعمل كده كل ده لوحديها، بقول لكم 3 سنين يعني she needs a help أو she needed help at that time يعني. لكن اللي حصل إنها متعب. وطول ما ركبنا السك يعني طالعين من مصر الجديدة قبل ما نوصل لبوابات الطريق الزراعي الصحراء، وتقول بابا فاضل كتير على اسكندرية يا بنت ده احنا لسه في القاهرة، طب كمان قد إيه؟ لا كمان شوية قد إيه؟ أقول لها كمان ساعة، أنا بقول أي كلام ما هي مش مدركة. بعد 10 دقايق لسه كتير يا بابا على اسكندرية؟ اقول لها لسه شويه، تقول هي الساعه ما خلصتش؟ اقول لها الساعه ما خلصتش يا حبيبتي. فضلنا نطول السك، سالت اكتر من 200 مره لانها she was eager انها توصل هناك، كانت متلهفه. هو ده احساس الانسان المستعد، مفيش حاجه تخوفني، لان حتى الموت انهزم قدام محبه المسيح. ربنا يديني ويديكم حياة الاستعداد بكل بركتها، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.